هذه منارة الجامع الكبير في عنيزة، قديمة جدا، يمكن لها حوالي 150 سنة. في وسطها، ارجل الوسط أنا بتفدي الفوقية هذه، في منتصفها مشب نار وجار ومشب نار. صعدت مع الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فقال هذا معتكف الشيخ صالح العثمان القاضي. الشيخ صالح العثمان القاضي هذا شيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي، يعني شيخ وشيخه، كان يجلس فيها في رمضان يعتكف في المنارة. طيب كيف يخرج للمسجد؟ في وسط المنارة باب ينزل على السطح، في وسط المنارة باب ينزل على السطح، فهو يخرج ويدخل من عند السطح. وسطح الجامع كان فيه درجتين، درجة من جهة الشمال ودرجة من جهة الشرق، وفي أعلاها، ارفع فوق ربك لعلاها هنا، صعدت لمها مرة أنا والشيخ يمكن قبل 50 سنة، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كنت صغيرا في الثانوي، فجلست يعني أصلح أنا وياه الميكروفونات، الميكروفون وكان السلك أسود قوي، فلما جلست أربط السلك تدمى أصبعي، فقال لي رحمه الله ونحن فوق أعلى، قال ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. الله يغفر لهم يرحمهم يسكنهم جنات النعيم.